للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من رام الله السيد نبال فرسخ مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أهلا بك معنا. يعني الحديث منذ بداية هذه الأزمة أن كل المنظمات، منظمة الصحة العالمية وكل ما يتعلق سيدة نبال بالمشهد الصحي في غزة بصفة عامة، هو يعني تردي للأوضاع والحالة الإنسانية، وهذا هو حديث عالمي لا يقتصر على الدول بل أيضا الشعوب تتحدث عن هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية. يعني كيف ترين المشهد الآن سيدة نبال؟ أهلا بك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. المشهد الإنساني على الأرض هو مأساوي للغاية. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني نعبر عن بالغ قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس ومقر الجمعية. الوضع على الأرض خطير للغاية، شهدنا سلسلة من الاستهدافات والغارات في محيط مستشفى الأمل منذ ساعات الصباح، وقوات الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل ومقر الجمعية. لم يتمكن أحد من مغادرة المستشفى أو الدخول إليه، كان هناك حصار كامل حتى لمركز الإسعاف الذي يتواجد في نفس المنطقة، هي مدينة الأمل. لاحقا وخلال ساعات النهار، بالبداية لم تتمكن طواقمنا لعدة ساعات من الوصول إلى الجرحى والمصابين في محافظة خان يونس، ولكن لاحقا استطاعت طواقمنا سلوك أحد الطرق من أجل الوصول إلى الجرحى والمصابين. الوضع على الأرض خطير للغاية، هناك قطع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت. نعم، إذن في ظل كل ما يعني يشهد الوضع الحالي يعني وما ذكروا أيضا المركز للإحصاء في فلسطين، كيف سيكون التعامل إذن في القطاع الصحي مع كل هذه التداعيات؟ أولا، طواقم الإسعاف الآن تواجه مشكلة كبيرة في الوصول إلى الجرحى والمصابين بسبب قطع الاتصالات وعدم تمكن المواطنين من الاتصال بخدمات الإسعاف والطوارئ. نحن نجدد نداءنا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل من أجل توفير الحماية لطواقمنا العاملة في محافظة خان يونس ومستشفى الأمل. الوضع في الجنوب خطير للغاية، على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المستشفيات المتبقية في محافظة خان يونس ضمن مسلسل الاستهدافات، وكأنها هذه المستشفيات قد تلقى مصير المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في محافظة غزة والشمال بعد عملية استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن خروج 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة. المستشفيات الآن التي تعمل، لكن يعني المستشفيات المتبقية وتقدم الخدمة الطبية، يعني تحدثي عن 6 مستشفيات فقط، هل هي تستطيع أن تلبي جميع الاحتياجات الطبية والصحية المطلوبة؟ بالتأكيد هذه المستشفيات يعني لا تستطيع أن تلبي كافة خدمات الرعاية الصحية والطبية. كل هذه المستشفيات تعاني من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أيضا فاقت قدرتها الاستيعابية. الجرحى والمصابين نجدهم على الأرض في أروقة المستشفيات، كون كل الأسرة ممتلئة ويتوافد أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين إلى هذه المستشفيات. الطواقم منهكة جراء العمل للشهر الرابع على التوالي، ولا تستطيع هذه المستشفيات تقديم الرعاية الطبية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة جراء انشغال الطواقم الطبية في إنقاذ حياة المصابين والجرحى جراء القصف. نعم، الوضع يعني على الأرض خطير. الوضع على الأرض خطير سيدة نبال، لكن يعني تحدثي عن أن الأطقم الطبية هناك مشكلة، والإسعاف وما إلى ذلك والأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ماذا عن انتشار الأمراض يعني في كثير من الأماكن، انتشار أمراض، تناثر الجثث حتى في ممرات المستشفيات وفي الطرق والشوارع؟ يعني كيف هو التعامل إذن مع كل هذه المشكلات التي ربما تفاقم الوضع الصحي في الأيام القليلة القادمة؟
يعني نتحدث في قطاع غزة حوالي 2 مليون فلسطيني باتوا اليوم نازحين في أرجاء مختلفة في قطاع غزة، هم يتواجدون إما في مراكز الإيواء، في المدارس، في الخيم، وبعضهم حتى لم يحصل على خيمة يتواجدون. يعاني النازحين من شح شديد في المستلزمات الأساسية، المواد الأساسية، الطعام، الماء الصالح للشرب، نتحدث عن فصل الشتاء والبرد القارس، هناك أيضا نقص في الأغطية ووسائل التدفئة غير متوفرة، نقص في الملابس الدافئة، كل هذا بكل تأكيد يفاقم من معاناة النازحين الذين يتواجدوا في ظروف غير إنسانية، هم مكدسين بأعداد كبيرة، ليس هناك قدرة على المحافظة على النظافة جراء عدم توفر الماء، وهذا يؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين. أعداد كبيرة من النزلات الصدرية بين صفوف الأطفال، الأمراض الصدرية والتنفسية، الأمراض الجلدية، أيضا مرض التهاب الكبد الوبائي، كل هذه الأمراض بدأت تتفشى بين صفوف النازحين. التهاب الكبد الوبائي انتشر كثيرا. أنا بشكرك شكر جزيل السيدة نبال فارسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.